بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بايري إن الله تعالى إلهي سري يقول وحوليه يوم القيامة قيامة أين المتحابون بجلالي جلال كيغا يوينان تيدا أوغا كوي إسكجعلا آوي كوي آنيغا دراد داي إسكجعلا آوي بإله إليه جل وعلا مركا إلهي داو غران هل كي جوغان لكن وحو أغو دواقي وحايا واسي وشرف توضا إيو كرامة دوضا إيو حرمة دوضا وأمو جيو اليوم مانتا أيان أظلهم أهارين هيا في ظلي هركيغا يوم مال لا ظل أهارجر إلا ظلي هركيغا موين مانتا نهارين harkaygaan ugu hadhayn maalin uuna harkayga muujin had kale uuna jirin rawahu muslim wa anhu an abu hurayra wa halgi wari qaal wuxuu qaalay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam walladhi nafsi bi yadi naftaydu kay gacantisa ku jirtan ku dhaartay la tadkhulul jannata jannada gali maysan حتى تؤمنوا إلى أضر ميسان وإيمان لذين كهلو جنة قل ميسان ولا تؤمنوا إيمان لما يسترن أبوحنا رمين ميسان حتى تحابوا إلى أد إسكجعلاتان إلى أد إسجعلاتان إيمان بوحا لذين كهل مايو أولا أدلكم ما إذن تسا على شيء شيء ما إذن تسا إذا فعلتموه هذا الشيء قال التي ما دانتك عمل فشان تحاببتم أد إسجعلان هيسان جوابتنا وها نتس رسولك إلهي مالك النبي حر عليه السلام أفشو السلام سلام تباهية وفذية بينكم دحذين سلاما مركز سلامة ووحيالها محبة كينا أيك ميتهاي حديثكم هو عيد شديد أيك جرى يا عبسي وين مرهد النبي عليه السلام إيمان تام أهل الله ينكيها لما يلا أدس جعلاتان وأرهن عبسي ذا إسكواتي حديثكم مركز عبسي وين باك جرت وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قف أمن أيا زار وحو زيارتي وبوقضي أخا له ولا الأولها في قرية أو قرية جوغي تولي ولا الأمركة إلهي أيكو ولا لو من درادي أو قرية كلا جوغي بزيارتي أن رجلا قف با أيا نمبا زار وحو زيارتي أخ له ولا الأولها يوم في قرية أخرى تولك للجوغي فأرسد الله إلهي وحو أردقي ننكي زيارة كجري على مدرجته طريقيسي وسيمري يوضد وسيمري بإلهي أردقي ملكا ملك بالأردقي وذكر الحديث حديث كنا ما يستر إلى قوله إله كجاري إن الله إلهي قد أحبك
وكجعلاني نيهوني كما أحببته فيه كما أحببته صاد أجعلاتي ننكا أتكسعته فيه في الله إلهي الدرادي صاد أجعلاتي بإلهي نكجعلاني. رواه مسلم بحديث كنورية وقد سبق حديث كان رميسر أنه هر مريب الشيخ كيري في الباب قبله باب كان كهري. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحير النبي قال نبي عليه السلام وحير في الأنصار أنصار قرقرياشي إلهي يا النبي وحكير شأني قوذي يا أحواشوذي لا يحبهم مجعلانها يا أنصار إلا مؤمن قف مؤمنها أنبا جعلان ولا يبغضهم من النعي أنصار إلا منافق قف منافقها أورك قال أورك يعلوش قال كأ أنبا نعي من قفك أحبهم أنصار جعلان أحبه الله إلهي وجعلان ومن قفك أبغضهم أنصار نعنا أبغضه الله إلهي وعرون. حديثنا ومتفق عليه. مركا أنصار وقيب كمذها قيبها السحابة رضي الله تعالى عنهم. هدي أنصار وكلي وقفك أعرض إلهي وعرون هي السحابة النبي قوطن قفك أول عرض كورن أول النعاء بل عن ذا انتين لك بلهي كفقان. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا كما قال يقول حال النبي قليه قال الله عز وجل إلهي بايري المتحابون كو إسجعل في جلالي وين أنت إذا بإلهي رئي عظم ضيدا أو قدنا إسكو جعل لهم كوا وحا عسوغان منابر مناب من بريو يميلا سرسر ريسا ومن نور نورها عسوغان يقبطهم وحا كمان هيا وجعليسان هيا بلاس كوضا إيا نوركا إيا منابرتا يكفرديان النبيون أنبياء إلهي با كمان هيسا والشهداء يددك الشهداء أها معنوه نوحويا ددكاس دا إلهي با جعل ومقام نوين جارسيي معنوه نماهين دا أنبياء كفر دبادين يهيني لكن هل كي جوغان أي أنبياء جعليسا هيان حكي جوغان إيا مقام كودة إيا نور كودة أنبياد جعليسا هيان. رواه الترمذي بوين يوري وقال وحير حديث حسن صحيح وحديث حسنها علم ذا أكتوت صحيح قالنا صحيح بيواركان. وعن أبي إدريس الخولاني وتابع وين مقعيسنا عائد الله أيال ورجل رحمه الله تعالى قال وحير دخلت وحان قلي مسجد دمشق مقالة دمشق ليرادو مساجد كيدان قلي فإذا فتن وابنن دلن يرع أيام كواركي بيري براق الثنايا فولشي سنة أي عديهن ثنايا وفولش براق نوا عدانك مركنين فول العدعد إلك عدعد إلك نظيفة هلأ أيام كواركي ودلن يرع. وإذا الناس ددكنا معه ويلكا يرع دلن يرع أهم معيسي هاين كوالا فردية وكوالا مراجعين هايبا فإذا اختلفوا ددكوالا فردية مسائل بالغا نقاش هيا عشر بالغو عشان هيا والا راعان هيا مسائل بالاسويدين هيا فإذا اختلفوا حدي وحسكو قبتان في شيء وعلمك كما ذا هي مسائلك أسندوه ويأسو تيرين هيين ويأسو علين هيين إليه ويلك حقيسه
halkii waxa la isku qabto inama rasuulka tagna ma la oran jiray waa la iskula soo qonayay markaasuu kala saaray فإذا اختلفوا مركز كوقفتان في شيء وحن علم جاي مسائل كالنقاشيين أسندوه ويسعلنهين إليه ويلكايرا إلكها عدد ووصدروا ويكفليين عن رأيه رأي جيسي كفليين معنه هنا رأي جيسي كوقنعيين وحكوكا ليه وحكوكا لسارة أي كوقنعيين وصدروا ويكبحيين ويكتقيين عن رأيه رأي جيسي كفليين فسألت عنه ويلكاس أيان دكي ويديي أنكي أرور وأيو فقيل وحل يقيري هذا معاذ بن جبل ننكاس ومعاذ بن جبل فلما كان من الغد قلت بري أهيد بويري لما نكاس ساي كردافتي أيان هجرت وان سوك اللهي بويري سيان دكي وصوه الرئيان سوك اللهي فوجدته ويلكيبان أركي وقد سبقني إيجا السهرية بالتهجير كالهادي كالهادي بو إيجا السهرية ساقي ووجدته لوحان أركي بيري يصلي أسوغو التكن هيانا وان أركي فانتظرته وان سوغي حتى قضى صلاته مركو صلاة دي سير دميستي ثم جيته وانو إمت من قبل وجهه حق وجهان كغا ايمد حق دمبوغوما دواقين حق وجهان و ايمد فسلمت عليه وان سلامي ثم قلت وحان كويري والله وان قدارتي اني انيقول احبك وان كجعلهاي لله الهي درادين وان كجعلهاي فقال معاذ با وحي ويري الله إلهي بن كود داريه ما إلهي درادي باد إرجع الشهي فقلت وحن كويري الله الله كود دارتي ألا درادي من كود جاري فقال حيري الله ودارتي بك علي فقلت وحن كويري الله فأخذني وإسوقفتي بحبوة ردائي ردائي يقو أيجي ميشان كدون ينسن هايي أيو يسو قفتي يعني هل كان دبركا قفكم مركو قو أكدون يستو دون يسيقنا وقفك الدين توصل كدل كسارة دبركا كسو وريجي يقو أو إلا دجلبها سايسو قسو حدا مركا مركو سيلا سمي هل كو قو دبركا كقفتو سايسو قفتي هو على أحد يسوق بصري دبر كوسا يسوق بصري فأخذني ويسوق بطي بحبوة الرداء جو أي هل كان كقدون يستو فجبذني إليه مركز حق سيسو جيدي انتو لحد يقبصري ويسكو كي صدمي فقال وحيري أبشر بشاريسو فإني أني سمعت وأن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كإله من كمغلي يقول أسغول قال الله تبارك وتعالى إلهي بايري وجبت وواجبتي محبتي جعل كيجيب وواجبي للمتحابين كو إسجعل في أنيق أوغي والمتجالسين يكوى ولا فديا في أنيق أوغيق إيا والمتزاورين كوى إس الزيارت في أنيق أوغيق إيا والمتبادلين كوى وحساسية إس كالمية إس عاوية في أنيق أوغيق حديث صحيح وحديث صحيح من رواه مالك بوري في الموطأ بإسناده صحيح إسناد صحيح وكوري ومالك ليه قوله إمام النووي هجرت وصحابي يري أمن ننكينا أي بكرت وانسوك الله ويان وهو بتشديد الجيم وإن الجيم كشد هجرت واتراض قوله الله فقلت الله الأول الله ظهر بهمزة همزة وظهر رئيس ألف ممدودة لجيدي أو مدن
معنى هذا هو للاستفهام والسؤال يعني الله كبداري وين والثاني الله إذا لبابنا بلا مد من مدنا الله وإنا تراضو ولكن حديث كان فوائد بلن بكو جرتا فوائدي سوحا كمدها صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم دأب أي علمك وآهين قيل يرى اسكدالين يرى أها ونآد قبرا روغين أياد دمشق أردن يشام أردن علماء أه ولكن يرى يرى أياد دد علماء صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم أرنت لما ذا كو جرتا إن علم بوحو علم كو يهي وفائدة كليه وكم دلاليا وبركي لغا والمذاكرود ليس ويديا لنقاش للعليا لسقوق قبطور لغو مرمرما مركا دمان وجلد قف ليس لنقون هاي ولغو كربح هاي وإذن كارك السحابة فإذا اختلفوا في شيء أسندوا إلي قل كي وحسقو قبطان يعني ويسو نقاشيا ويسو رعانا ويحب العلن هيا وحل اسقو قبطانا ويسو علن هيا لكن علمي marku dhageysi uu ka noqdo inaa wixii dhageysato markii dhageysatana aad kabaha qaadato oo aad kaado xalaqada labaadna sidoo kale waxa weeyaan aad kitaabkii soo qaadato oo aad kala furto markuu xalaqada dhamaatana aad isku celiso waa laga yaabaa fadhiga yarde insha Allah khayr inaad ka hesho iyo naxariis laakiin cilmi aha inaad ku dhaadhicin baa laga yaabaa marka cilmigu dhageysi uu ka badan yahay علمك وحو علمك يهي ومرك الله فلنقيه لهفو لرقرقو لسوق القبطو لمراجعيه ايا علمك برعات كيس يزوب قيسو مركاسو يرلوحيس مركاسو قوسو بحيا مرك علمك راعش وحكو ليهي وإلا هدو وحو لغيسي ومددك وحكو هليان ديددك امسي وحد لغيستان ما انت محاضرات بلا لغيستا بيانا لغيستا حيالا بدن بلا دقيسة حتى أنا حرقيا بواحا ما أنت دقيسة وحبا أن بريكا حسوسنين بركا وحاميهم أها إنا ماشي جرت مراجعو إيا الراعشو تنكر أولي هاي السحابي غني وانس مركا سار كي يأيقى سهري ويني يا يأيقى سهري ويني الشيخ دي مركا قفكم مركو اسنا الشيخ يهي أما معلن يهي أما مربي بي يهي asagu waxay tahay dadka inuu ka dadaal badan yahay dadka ka cibaado badan yahay dadka ka horeeyo si aad dadka u tiraado maxay soo socdo laakiin dadka dad si socdo tiraado waa la yeebana qaar ka horeeyaan laakiin haddii in badan ba hoosta ka eegayo koorantay sheekh soo ka naga dambeeyaba marka hajartu fa wajadtuhu qad sabaqa li biri fi tahjir marka qofka murabbi marku yaasag wax sheegayo waa ina dadka wax ka horeeyso waridaalika xarkaysan nabiga calayhi salaatu wallahu wasalaamu markay saxaabadu gaajoodeen oo ninkasta muxuu soo saaray halkan dhagax maxay soo saareen maxay ku qabanayeen marada ay ku adkayeen nabiga muxuu soo saaray laba marka halkaas nabiga intuu saxaabada ka sii horeeyay marka nabiga saxaabada uu dooyay walaa amsan saxaabada shid uu leeyay maxay hore nabiga laba dhagax soo saaray iyagu maxay soo saareen maxay ku hadlay hal dhagax uu soo saaray nabiga naxariis sanam laba dhagax uu soo saaray marka nabigu intuu saxaabada ku gooriyay way walaa amsan gabi inta badan muranka maxaa keenay inay dadkan yar culimada ahaa ama dadka macallimiinta ahaa iyo is yar tafaano is yar eegaan qofku madaxii joogsaday ardaydii soo gaadhay wixii dhaafaan muran baa imi laakiin qofku qofkii qaadidka ahaa ama murabbiga ahaa ama macallinka ahaa isagoo dadka ka sii horeeyo oo u gacan haadinaya waa la daba socon laakiin markaan ku yiraahdo dadka sii socda waxaa laga yaabaa in badan baa hoosta ka soo eegay sabuuridaalka wuxuu yiri hajartuhu fawajadtuhu qad sabaqani bitajir arinta kale fi hadiiskiisana ku jirta waa qoomid buu yiri qolku u yimid xaqeeb uu kaga yimid xaq hore mise xaq dambe marka dadka culimada ahaa iyo dadka xawin de maamustale iyo dadka deugaasiyada dadka waxa weeyaan xurmada leh qolka uu imanaysa xaq hore lagaga yimaada xaq dambe loogama dhawaaqo hebelo lama yiraahdo kula arintaas oo tafatirana kitabka tadhkiratu samii wal mutakallim ibn jamaa'a ay ku dhameystiran tahay إلى مادة آخر الحديث يد إلى هدرات يولا سجع لها يدنا فوائد كجرت بك هو حديث فوائد بدنا كجرت حديث النبي قولنا عليه السلام فوائدين بدنا بكجر وعن أبي كريمة وحلق السوري المقداد بن معدي كريب عن أبي كريمة المقداد بن معدي كريب رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كوري قال إن النبي يري إذا أحب الرجل قفكم مركو جعلاده أخاه ولالك مركو جعلاده فليخبره هأورمو أنه يحبه إن جعليه وكتر هذا إلهي درادي أيانكو جعلاده رواه أبو داود بحديث كبري والترمذي وقال وحيلي حديث حسن صحيح وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحوق قبتي بيده نبي عليه السلام با قعنتي معاذ قبتي وقال النبي وحيلي يا معاذ معاذ والله بانكدارتي إني أنا النبي محمد لا أحبك وأنك جعلها فقال النبي حير أوصيك وأنك دردارمي يا معاذ معاذ لا تدعن هكتغن أهكتغن أهكتغن في دبر كل صلاة صلاة كستدبدت قلت صلاة كبه كدب هكتغن إنا تراضو لا تدعن في دبر كل صلاة تقول إن تراضى اللهم إله يوم أعني إيقرقر على ذكرك إله يوم حسكاك إيقرقر إن أنك حس إله يوم إيقرقر وشكرك مهدنقاكنا إله يوم إيقرقر إن النعمة دادكم مهدنقو إيه وحسن عبادتك عبادة وناك عبادة لدو إن وناك سناتو أي فعناتو إيغو غرغر وايو قفك دو إلهي كو غرغر وايو وإلهي كو كالمين وايو حسن ميسد كون شكري ميسد نعمة ديسة وحوين عبادة وناغن اللي من ميسد حديث صحيح رواه أبو داود بوري والنسائي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أياك وسلم النبي عم عيسى فمر رجل نباس ومري فقال نكي بايري يا رسول الله رسولك إله يوم كي النبي أكفر يا بايري إني لأحب هذا أنك وأن جعلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي كويري أأعلمته مياد أغيسي سيو مياد أشكتي إلهي دردين أدرجع الشهي قال نكي وحيري لا قال النبي وحيري أعلمه أغيسي فلحقه نكي بحلالي وكذبتكي نكي فقال وحيكويري إني أنيق أحبك وأنك جعله في الله إلهي درادي وأنك جعله فقال نكي كلكويري أحبك هك جعلاته الذيكي أحببتني أدي جعلاتي له درادي وكقفك جعشهي إله دلادي أجع الشهي وينا تصدى أقول الشيكتو كي الله شيكينا إسنا وينا مركا أقول جوابه أحبك الذي أحببتني فيه أما أحبك الله وينا الوحمي لها كترا هذا مركا ننكو ننقم بوكو أورانكرا قبضونا قبضون بيكو أورانكرتا لكن لبدا الجنسي رقي يدومركو عرنتني يقول اسما دافسان كران وننكو ناكو مورانكرا إله دلادي بانكو جعلهاي وحلقة بقينا وحويا وفتند ميشاين اي كتمادو رواه ابو داود قال رحمه الله تعالى باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها باب وباب كي تضبئي افرتنات باب كان وباب يري امامك هذا باب باب كانوا كسابسا في علامات حب الله تعالى علاماتك يسمدها جعيلك إلهي وأقب أدون كاللغو قرتو يعني إلهي إنو كجعلي هاي محادكو قران علامات حب الله تعالى إلهي سري جعيل كيسة علامات كيسة لغو قرتا العبد دون كنو جعليه إيه والحث إن لسكو بوريو لسكو ترغيبيو لسكو أدكيو على التخلق إنو قفكو كل دقمو
علامات كاس هي الصمدهاس هي أمارضها بها يعني علامات كاس والحث أتكين ليسكو أتكين هي على التخلق قفي إنه كردقمه ولي ما دو بها علامات كحبك إلهي تسيا هي والسعي قفي إنه أددالو أجهادو في تحصيلها صفات كاس هي علامات كا كتسيا إلهي أدونك إنه جعليها إنه تحصيل صدا أو كسب ذا أو قصب ذا أو لي ما دو أو كل رقم إنه أدى ذا لباب كذي وين قال الله الله وحير تعالى سري سوى النبي صلى الله عليه وسلم قل وحاتر هذا النبي وشرفت له تذكى وحات كتر هذا إن كنتم هداتهين تحبون الله كوي إلهي جعل ذا وهداتهين فاتبعوني إسراع أنا جا إسراع أو سنة هي جا قفصلة جد كي جا مرة محد عيا مركا يحببكم الله الله إذن جعلان الله إذن جعلان ويغفر لكم ذنوبكم ذنبيننا الله دافيا والله إلهي غفور وكيد دافتان بدن ذنبي إسكت دافتان بدن رحيم نحريس بدن مركا جعيلك إلهي وحو كجرى النبي أوضر عليه السلام مركا إنو إلهي كجعليا محاك كجران إن أدقو نولشا ذو كسر جرانته نولش النبي عليه الصلاة الله والسلام وقال تعالى ألا وحير يا أيها الذين آمنوا كوي مؤمنوا بيو من قفك يرتد النقضة ومنكم إذن كإذن كمدها عن دينه دين تيسا كالنقضة مؤمنين يقفك الردوبة ودين تيسا كالنقضة فسوف مردو أيا يأتي الله الله وحو كان دونا ولا إمن دونا بقوم دبو الله كان دونا تدكى سوى النوعي يحبهم إلهي هرتوج إليهي ويحبونه يقول إلهي وجعليهن مركدتك إلهي جعليهي يقول إلهي جعل علامات كوام حي لغو قرتاي أذلة وعدد متواضعين أها أدوس دلية إسيارية على المؤمنين تدك مؤمنين تاها أدلة أيهين ويؤنى قسيهين ويؤتواضعان ويسياريان أعزة وعدد كو أذأذك قلبك كنعب كنا أذأذك على الكافرين تدك قال ذاها سفر صدحات محير يجاهدون وحي أجهادان أددالان في سبيل الله جدك إلهين ويأجهادان سفر أفرادنا ولا يخافون كما أبسدان وكما بقان لومة لائم مد عنانت عنانت حق إيو رنت إيو حقيقة وشيقيا طبعا سيحك مد أين كبه سنين لكن حقي أقواب المايو رنتين أقواب المايو هب الباعدون يهب البادودي يوحبا كالتاقية ولا يخافون الله ما تلاقي محرون أهو الشيقية طبعا سونا حق مدينة كالتاقين مركز صفات كاس وصفات كتوسي إنو إلهي كجعليهي أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللوم التلائم هي اتباع النبي عليه الصلاة الله والسلام وعشان صفات بآياتهم كتوسا أما كسوغا أما كحسا أو كتوسا إيسا إنو أدونك إلهي جعليهي لكن صفات كما الله إسكه لأون ذلك أي إلهي إذا أرنت أنصو الشيغي علامات لسوتريي فضل الله وإلهي ديق ديس وديق ديري أها وإلهي بحيو وأي إلهي سيا يوتيه الله حسيا من يشاء قفكو دونو مركا من يشاء يعني ترغيب وإن باكو جرا يعني إلهي شروطكم حرين ما أرى أن نقف ولادها ما أرى أن نقف لن يرأها ما أرى أن نقف إن بدن دلال وذي ما أرى أن كن جديد وما أنت جوغا وصلاة وما أنت خيرك بالله شرط إلهي كم أحد من يشاء عدك سيء أفرانتك يا ذو إلهي ويدي سون
كم حتى إسكت برير كم مقصر أها كم مجتهدة الشرط إلهي منك حرين من يشاء كدون ويان ذلك وحال سوشيك فضل الله ويان ويتيه الله سيا من يشاء وقف كدون والله إلهين واسع وكن حريص أي واسع تهي عليم علم بدن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال وحير من قفك عادا لدقالما لي حال كونه لي أنيق وإيسك ناضي وليا ولي قفك لدقالما ولي أن لا يهي فقد آذنت وحن أغيسي بالحرب الدقال بان أغيسي وما تقرب إلي من سردواد عبد أدون كيقو بشيء شيء أحب إلي حقيق اللغك القعيل بذيه مما افترضته عليه وحن كفر ليلين وسردواد وما يزال عبد أدون كيقو كمزول يتقرب إلي وسردواد بالنوافل السنة ياشا حتى أحبه إلى أن كجعلاد فإذا أحببته مركان جلاده كنت وحان أغدى سمعه الذي يسمع به أرقو وحكم مقلي يعني أرقيسان إلاليا وينحفظيا وبصره أرقيسان إلاليا الذي بصر كاسو يبصر به وحكو أركو ويده قعنتيسان إلاليا أون أحفظيا التي قعنتاسو يبتش بها وحكو قبصده ورجله لكتيسان إلاليا التي لكتاسو يمشي بها وكسوده وإن سألني هدو حويديستو أس أعطيته وانسين ولئن استعاذني هدو حيقا مغنقلنا لو عيدنه وانكم مغنقلين رواه البخاري وحديث كان وريي معنى بيري آذنته أعلمته وانعليسين بأني أنا وإلهي محارب له إن لدقال لميو وقوله تعالى هذا الكيلهين استعاذني أها حديث قدسي روي وحلق سوري بالباء استعاذني بالباء وروي بالنون استعاذ بي استعاذني لبدا بحلق سوري وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله تعالى أعلى وأعلم.